متتبعي قناة ألفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. مجموعة من المواد الغذائية بما فيها الخضروات وبما فيها الطماطم يعني مطيشة ارتفعت الأسعار ديالها بشكل غير معتاد. غادي في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا الارتفاع تاع الأسعار تاع البيض، واش البيض هو ارتفعت الأسعار ديالو، خاصة أن كما سنعرفوا جميعا أن خلال شهر رمضان اللي ما تتفصلنا عليه واحد الأيام قليلة تتم يعني ارتفاع في استهلاك البيض، واش ارتفعت الأسعار ديالو وكيفاش غيكون السعر ديالو في رمضان، واش المنتوج يعني موجود حاليا وغادي يكفي المغاربه. من اجل مناقشه هذه القضيه ديالنا نستضيف السي سعيد شاكر رئيس جمعيه تجار البيض بمدينه الدار البيضاء. السي سعيد مرحبا بك. السي شاكر، المطيشه زادت فيها مجموعه من المواد والخضروات زادت فيها، اشنو البيض فين واصل؟ بالنسبه للبيض والدجاج كاينه معطيات كثيره اللي خلاته كيتزاد، كاينه معطيات اللي صراحه اش غنقولوا، هو الا شفناه من الناحيه التاريخيه بالنسبه للزياده ديال الدجاج والبيض ما غاديش نقولوا كاين شي زياده. علاش ما كاينش شي زياده؟ ما كاينش زياده لان الا نظرنا الا شفنا رجعنا للمواد الاخرى بحال اللحم وبحال الحوت، كنعرفوا ان في الثمانينات والتسعينات اللحم كان غير ب 30 درهم 35، الا طلع كيطلع 30 35، دابا ما كيطيحش على 70 درهم، وهذه كاع جميع المغاربه كيعرفوها. ان في الثمانينات والتسعينات كنا كنعرفوا حنا باقيين صغار البيض يعني اللحم 30 درهم 35 5، هذا هو الثمن ديالو اللي كان، دابا ما كيطيحش على 70 درهم بصح معروفه. كذلك الحوت كنا كنشريو السرديب ب 3 درهم 4 درهم، دابا ما كيطيحش على 5 درهم، الصول ما كيطيحش على 50 درهم، المير ما كيطيحش على 40 درهم، باستثناء البيض والدجاج، لان باش المغاربه يعرفوا هذا المعطى هذا. البيض من الثمانينات لدابا هو كيلعب بين 10 ريال ودرهم ديما، الا طلع كيطلع 24 ريال، وهذه مسألة معروفة كاع. كذلك الدجاج كيلعب من 1000 فرانك وكيطلع 20 درهم، يعني مقارنة مع اللحم ومع الدجاج هذا الحوت الحوت مع اللحم مع الحوت حوت اللحم راه الثمن ديالو مستقر حوت لا كان هو كان 30 35 درهم في الثمانينات وفي التسعينات في السنوات الأخيرة بقى الثمن تاع اللحم 70 درهم. الحوت إلا جينا نشوفوا الدجاج والبيض ما فيهش زيادة، علاش؟ الثمن ديالو الوضع ديالو العادي في رمضان وشعبان راه كيدير هذا الثمن هذا، راه كان هاد الايام داير غير 80 فرانك غير باستثناء هاد العواشر اللي علاش تزيد ديما تنلاحظوا تيجي شعبان ورمضان تيتزاد الثمن تاع البيض؟ علاش؟ كيكون كاينه زياده في الاستهلاك، كتكون زياده نسبيه في الاستهلاك، غير هي الزياده اللي كاينه دابا بالنسبه للدجاج والبيض كاينه زياده عاديه، ما كاينه شي زياده اللي في ذا البلافو، البيض ما وصل شي 2 درهم ولا درهم و50 ولا هذا اللي غنقولوا شي حاجه اللي اكثر. كذلك الدجاج راه ما فيهش البلافو ديال 20 درهم، ولا شفتي قلت لك في 40 عام دابا، والدجاج والبيض كيلعبوا في نفس الثمن، راه ما كاين زي يعني الزياده ديالو طبيعيه. تزيد دابا 20 درهم بالنسبه للدجاج، بالنسبه للناس اللي الاستهلاك على الدجاج كثير اكبر من الاستهلاك على اللحوم، وفئات واسعه من المغاربه تيستهلكوا الدجاج، نعم. فاش نقولوا 20 درهم الكيلو راه تتبان لهم بزاف، راه كتبان لهم بزاف، ولكن غير هو اللي خصنا نعرفوا هو ان بالنسبه للزياده ديال الدجاج والزياده ديال البيض مازال ما كايناش شي زياده استثنائيه حاليا مقارنه مع المواد الاخرى، ما كايناش، مع العلم ان التكلفه ديال الدجاج وديال البيض الان حاليا ضعفات التكلفه اللي كانت في التسعينات وفي ال 2000، راه ماشي هي ديال دابا، كنعرفوا الاعلاف الاعلاف راه فيها الزياده ديال النسبه ديال 90% و 90% راه مازالش يعني رضيع الثمن، ورغم ذلك السوق ديال الدجاج والبيض راه مازال ما عندوش شي ارتفاع، مع ان راه كاينين الى رجعنا للاحصائيات ديال ارباب الضيعه ديال الدجاج، اكثر ارباب الضيعه ديال الناس ديال الدجاج راه اعلنت الافلاس. نكونوا واضحين، يعني ما كاينش شي زياده كثيره، وكنعزيو هذه المساله هذه كنعزيوها نسبيا نسبيا، راه ما كنقولش ان زياده يعني هذا مبالغ فيها، كنعزيوها نسبيا الارتفاع ديال المواد الاوليه، كنعرفوا دابا الضراره في 5 درهم الصوجه في 5 درهم، الناس اللي كينتجوا العلف العلف نعم الناس اللي كينتجوا راه عندهم اشكالات كثيره كيعيشوها، والمقارنه مع 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 مواد اخرى يعني المواد ديال اللحوم الاخرى، هذا يعني ما كاينش شي زياده مبالغ فيها بالنسبه للدجاج والبيض. وعلى حسب المنتوج، واش المنتوج كافي بالنسبه لرمضان ولا ما كافيش؟ لا المنتوج الحمد لله كافي. شحال تقريبا من شحال من كلمه من البيضه تدخل للسوق ديال البيض في الدار البيضاء؟ والسوق ديال البيض، السوق ديال البيض يعني هذا سميتو ديالو ما كيعنيش الانتاج العام ولا الاستهلاك العام ديال المغاربه كلهم. على السوق المحلي تاع الدار البيضاء ديك 3 المليون ديال البيض هكاك 3-4 بين 3-4 يعني كافي الكازا والنواحي ديالها، وكنعرفوا دابا البيض راه كلها بالنسبه لكل مدينه عندها الانتاج ديالها، كل مدينه عندها القراب ليها الضيعات ديالها كذا كذا، يعني الانتاج الحمد لله كافي في المغرب. وبالنسبه للدار البيضاء من تتاخذ؟ بالنسبه للدار البيضاء الضيعات اللي قراب الدار البيضاء
الطيعة اللي نعم نعم اللي هنا اللي في حد السوالة اللي في رباط مارا اللي في يعني منتجين معروفين يعني منتوجين الحمد لله معروفين. دابا قلت لي البيض وصل درهم 20 تقريبا باش ياخذوا المواطن في الدار البيضاء. رمضان تقريبا يقدر يبقى مستقر في هذا الثمن ولا يكون عارف واحد الزيادة شوية. واللي اش نقول لك احنا في سنة الله عز وجل كيقولوا هذه حقيقة من المسلمات المعروفة عند المسلمين كلهم. غير بالنسبة لرمضان حساب العرض والطلب. إذا كان الاستهلاك مرتفع راه غادي الثمن غادي يطلع شوية غير هو ما غاديش يكون شي طلوع عليه. أنا ربما بحكم ربما الخبرة المتواضعة أن ما كيبانش لي غادي تكون شي زيادة في رمضان أكثر من القياس. غادي يكون إن شاء الله غادي كاين الحمد لله موجود والبيض موفق وتلك غتكون شي زيادة طفيفة ما غاديش يكون ما كنظنش أنه غادي يفوت الثمن اللي كيدابا. يعني غيبقى محتفظ بالثمن اللي نتمنى والله هادشي اللي غادي يكون إن شاء الله هادشي اللي كيبان يعني ما غتكون شي زيادة. ودابا حنا تنهضروا على داك البيض اللي كنت منقولوا الروم أما البيض البلدي شحال داير تقريبا؟ والله البيض البلدي هذاك استثناءات كنعرفوا أن البيض البلدي راه ما عندوش ضيعات هذا اللي عندها كيف كنقولوا مسائل منظمة. البيض البلدي على حسب العرض والطلب كان موجود راه كيطيح كان قليل راه كيغلى لان البيض البلدي ماشي هو التوجه ديالو بالنسبه للاستهلاك ولا بالنسبه للانتاج ماشي هو التوجه ديال الرومي. البيض البلدي كنعرفوا كيتجمع من السواق وكذا 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 على حسب اذا كان موجود راه غادي يكون الثمن ديالو كان شويه. شحال تقريبا انتم كجمعيه واش عندكم شي تنسيق بيناتكم على مستوى تحديد الاسعار ولا كل تاجر تيبقى حر في لا مسيه السوق السوق هو اللي كيحدد السعر العرض والطلب. كانت السلعه معروضه اكثر من القياس وموجوده والطلب عليها قليل راه شيء طبيعي ان الثمن غادي ينزل. قلت لي دابا بلاتي ان باش حيت دائما كما قلت الثمن مربوط بالطلب والعرض. الطلب قلت لي الطلب والعرض. العرض دابا كاين موجود ياك علاش الثمن تيرتفع هو العرض موجود؟ العرض اللي كاين دابا ما كاينش عرض اللي كنقولوا ديال 100% لان كيف قلت لك قبيله التكلفه ديال انتاج البيض طلعت التكلفه اللي طلعت واغلب الناس يعني كيف قلت لك راه كاين الناس اللي عانوا الافلاس كاين الناس اللي فاش كان البيض طايح هاد الايام وهذه وهذه يعني الناس مشات في حالها ما بقاش داك كيف كنقولوا داك العرض الكبير اللي كان شحال هادي بحكم ان راه الثمن حاليا راه ولو ان كيبان لك الثمن مرتفع ما كيشجعش المنتجين النسبة ديال 100% بأنه يزيدوا في الإنتاج. يزيدوا في الإنتاج يعني الهامش الربح تبقى عندهم قليل. التكلفة نعم الهامش ديال الربح كيبقى بسيط والتكلفة غالية. الوقت اللي كتجي تشوف أن الماكلة دابا مشات لخمسة دراهم ولا مشات لربعة دراهم ونص. والدجاجة هذا البيضة الدجاجة كتاكل 150 غرام في النهار. كتضربها في غرام ونص بالنسبه ل 5 دراهم راه غتلقى غدا 90 فرانك وزيد التكلفه وزيد التخربيق والخدام وهذه وهذه يعني غتلقى يعني كاينه مسائل اللي ما كتشجعش حاليا ربما كنقولها انا ما كتشجعش المنتج بالنسبه ديال 100% ماشي غنقول كلهم وانما بالاخص المنتجين المبتدئين المنتجين اللي ما عندهمش لا كاباسيتي طالعه كذا يعني كنظن انهم ما يقدروش يواكبوا في ظل هذه الاوضاع الحاليه ديال التكلفه مرتفعه وديال ديال ديال سي سعيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.